اليوم حناخذ 2D NMR. شنو 2D NMR؟ احنا مو اخذنا بروتون NMR، اخذنا كاربون 13 NMR، بعدين راح ناخذ السوليد ستيت NMR، هذا البي الالومنيوم والكاليوم وبي ها اكو فوسفور اكو شنو بعد فوسفورس وفلور. هسه احنا اخذناه بس من البدايه بروتون وكاربون. اليوم راح حتى نفهم مفهوم 2D NMR لازم احنا فاهمين شنو مفهوم، لازم عندنا المام بالبروتون NMR، يعني نعرف هذا البي كلمه وهذا المن وهذا شلون طالع والسبت الباتن، والكاربون نفس الشيء نعرف هذا المن، حتى من يسوي كمباين بيناتهم راح اشوف الكاربون 13 راح اشوف 2D NMR. هو كمباين، هو كمباين بين الاثنين، بين بروتون وبروتون على تو اكسس لو شنو بروتون وكاربون. بالبروتون ال 1D NMR سبيكترم تبوا الاكس اكسس از ذا دايركتلي ديتكتد فريكونسي وشنو بعد؟ and y axis give the intensity. يعني هسه هنا شنو هو الاكس اكسس؟ شو يعطيك؟ راح ينطيك الفريكونسي، والواي اكسس راح ينطيك الانتنسيتي. هذا الانتنسيتي مالتها. هسه مرات يصير عندي problem of overlap of the detected frequencies. Defining connection between spin using selection, شنو؟ selective excitation may be impossible. واضح؟ علي تكنولوجي كل ما يكون الجهاز افضل ايش راح يصير؟ راح يسوي لي سبليتنج شويه، واقدر احسب لي جي فاليو هاي السبليتنج المن. زين؟ بال 2 دي انا ما تبغى الاكس والواي ايش راح يعطيني الفريكونسي؟ هسه عندك اكس وواي راح يعطيني فريكونسي. هنا بال 1 دي الاكس اكسس اللي هو شنو هو؟ الفريكونسي. والواي هو شنو هو؟ الانتنسيتي. بال 2 دي لا، الاكس والواي هو الفريكونسي والانتنسيتي زي. يعني هسه صار عندي كانه 3 دايمنشن، يعني صار عندي اكس وواي وزي، اكس وواي وزي. واضح؟ ما معناته ويا هذا تيبيكال سبيكترم لل 2 دي. ما خلي انا هنا اي شيء، لا ما تعرف هسه بروتون ولا كاربون. لا بروتون هذا وكاربون، هذا كربون وهذا بروتون. طبعا انا الرسم اقدر اخلي البروتون من هنا والكربون من هنا، انت تتحكم بالاتجاه. يعني انا شفت اخلي من هنا ومن هنا. زين؟ مرات اخلي من هنا ومن هنا حسب. واضح؟ فانت بالرسم تختار الاكس، بس انت المهم الاكس والواي هو شنو هو؟ الفريكونسي، الفريكونسي اكسس والانتنسيتي هو الزي اكسس. واضح؟ تبوا شوفوا هذا 2 دي انا ما. هذا من تجي انت تسوي كانه عندك فتشيفه با هذا منا بالواي وهذا بالاكس وهذا انتنسيتي ماخذ غير اتجاه. تتذكرون من اخذنا تي تايم والاف بالبدايه اول محاضره بالانوار؟ نعم. ومن قلنا البالس ويا شوف هذا الشكل، هذا الشكل الرن مالنا مال 2 دي 2 دايمنشن. هات 2 has two array time dimension. احنا مو عندنا تايم دايمنشن نحسب تي 1 وتي 2 تذكرون، والباص ما تجد مثل النظره بالبدايه. هسه التي 2 از ذا اوردينري الاف اي دي. هسه من تسوي رن تلقى معلومات هنا على صفحه تنزلها بالواقع اذا مسويها برا انت، او انت راح من راح تسوي راح الاكسبيرمنت هذا تختار ب 2 دي اكو شيء اسمه 2 تي اللي هو هذا شنو التايم الثاني اللي هو شنو اوردينري اوف اي دي اكوزيشن تايم ذات وي سو ان 1 دي ان ام ار. هذا بال ان ام ار باوي تي 1 تيكس ا ديفرنت فاليو فور ايتش كولكتد اف اي دي تو كرييت ا سيجنال سيرفيس. هسه الاف تي از بيرفورمد الونج بوث تايم دايمنشن تو كرييت شنو؟ The 2D frequency spectrum. واضح؟ هسه راح نعبر. شنو البيسك مال 2D NMR؟ Basic 2D. All 2D NMR spectrum are simple series of 1D experiment collected with different timing. هسه أول شيء هي هو عبارة عن شنو؟ Are simple series. المن؟ لل 1D experiment collecting ويا من؟ Different time. هسه أنا سويت ران لل 1D. سويت ران للبروتون. مو؟ سويت ران للكربون، بعدين اجي
اجمع الكربون والبروتون بال2 دي. يعني اجي اسوي كوزي، انا اصلا مسوي بروتون اول مره، وبعدين ثاني اكسبيرمنت اسوي اعطي الران مال هنا، غيرت التايم دومين زين، المان هو للون دي رئيسي واضح، وارجع اشوف الكورليشن مال هسه راح نشوف. هاي بس كافكار باع وياي. بالجنرال 2 ديز كان بي ديفايدد انتو 2 تايب. هسه فهمنا شنو 2 دي؟ هسه 2 دي راح اقسمه قسمين، قسم يسموه هومون نيوكلير والقسم الثاني هيتيرو نيوكلير. هسه راح نشوف هو واضح هومون متشابه هيتيرو مختلف كوفي. هسه راح نشوف كترجمه، لا هسه شنو هومون شنو هيتيرو. Each type can provide either through bond. التايبين باعوا وياي provide either through bond. هي كلها راح تصير كأنه تابع للكوزي. بس احنا ما راح نسميها بعدين كوزي، بس هي كلها تابع للكوزي. باعوا وياي through bond cozy type or through space noisy type coupling of formation. تابعوا وياي through bond cozy وثرو سبيس. ثرو سبيس يعني عندك مسافه من هنا لهناك. الثرو بوند يعني خلال، يعني علاقه بين الاواصر، هذا البوند وهذا البوند وهذا البوند، واضح؟ باعوا وياي. وبال 2 دي فريكونسي كورليشن ماب از بروديوز افتر افوريا ترانسفورميشن ان بوث دايمنشن تي 1 وتي 2. هسه خوش؟ هسه اون مودرن سبكتروميتر اونلي ذا بروتون 90 بالزاويه 90 ديجري بالس وات نيد تو بي ديترمايند تو فورم ا فول سيريز اوف 2 دي اكسبيرمنت. يعني لا بالتقنيات الحديثه راح تحتاج يعني البروتون 90 ديجري مالته، وما يحتاج تقنيات وايد عاليه. هسه انتبهوا وياي مين ادفانتج 2 دي ان ام ار. شو يفيدنا 2 دي ان ام ار؟ يعني مو مسوي رفاهيه، خالده رفاهيه زين. از ذات مور انفورميشن، مور انفورميشن can be included in spectra without risk overlap. يعني هسه احنا مو راح يصير عندنا تداخلات قبل بالانمار. قبل كم يوم بالمناقشه مع الطالبه المشرفه قال نزار القاسم قديم صار 30 سنه، قال هذا اوفرلاب ما نقدر نحله. ما بقى هيك حكي، ما تقدر تحله اوفرلاب، تحله تقدر تطلع بالجي فاليو، تحله بالتو دي انمار وتقول هذا هذا وهذا هذا. يعني مالته هذا البروتون سي بي اوفر لابنج ويا هذا. يعني احنا ليش حسبنا الجي فاليو تذكرون؟ نعم عن طريق الجي فاليو حتى نطلع نعزل هذا الاوفر لاب عن هذا. هسه هاوفر مور سترينجنت ريكوايرمنت فور كلين سبكترا بالس انجل بريزيشن فيس سايكلينج والبرود باند ديكابلينج اللي هو سولفنت سبريشن. باعوا there are generally automatically handled by programmed bus sequence but it's good to show to remain aware of the accident. باعوا هسه the standard approach structural accreditation. هسه احنا structural elucidation شو راح اسوي؟ اكو hydrogen correlation experimental زين، واكو hydrogen carbon experimental experiment the fragment switch اللي هو هذا يعطيني hydrogen coupling، واكو hydrogen carbon one bond correlation experiment اللي هو CH pairs، واكو hydrogen carbon two or three bond. هسه هاي كلها هسه واضحه عليكم. correlation experiment carbon skeleton، اكو hydrogen النوي هاي بيتكم عليه زين. experimental the stereo، فهمتوا هسه الفرق؟ النوي شو يعطيني؟ هي كلها انتريستريكل، بس النوع خاص بس الاستريكل. طلعت هيك شيء انتو؟ طلعتوا؟ هسه النوع يعطينا الاستريكل. هذا باع وياي 2 دي ان ام ار بروفايز اس وذ ا كورليشن ماب تو سي ويتش سبين بيلونج تو ذا سيم سيستم. هسه اول شيء 2 شو يعطينا؟ 2 دي ان ام ار بروفايز اس وذ ا كورليشن ماب علاقه، يعني خلينا نرى العلاقه بين هذا وهذا. انتبهوا وياي اول شيء عندنا قلنا عندنا اكس واي اللي هي شنو هي؟ الفريكونسي، والزي اللي هي شنو هي؟ انتنسيتي. هسه انا عندي اكس وواي وزي، هذا مسوين هم اكسباند قريب، يعني مو كل شو اسمه.
هسه انت اول شيء احنا ناخذ سبيكترم، شكل السبيكترم، السبيكترم يختلف. بالبروتون العادي 1 دي كان الفريكوينسي السبيكترم هيك عدل صحيح، والاكس قلنا عليه شنو الاكس اكسس قلنا عليه فريكوينسي ايش قلنا عليه لا قلنا عليه هذا الفريكوينسي عفوا، والواي الانتنسيتي. هسه الشكل اختلف صحيح، هسه الشكل اختلف صار عندنا يعني اكس وواي مع وياي يعني. شوف شوف انت وياي يعني. هذا يقول لك بوسيبلتي 1 بوسيبلتي 2 بوسيبلتي 3 زين، هذا كل واحد ران شكل انتبه وياي يعني. نفس البيكاد معناه نفس البروتون، شو اختلف عندي اذا سبوت؟ هذا مطلع لك شلون اعرف كوريشن، راح اقول هذا كور هذا ويا هذا كورليشن، بس احط مسطره وهذا ويا هذا، يعني هسه هذا اني عندهم كورليشن. طبعا ذني كانه متقاربات يعني سي اتش 3 وهي سي اتش 3 فهي سي اتش 3 هذول جينات مالها شنو اكو علاقه بيناتهم كورليشن، هاي الجينات اللي يمها ذول كان قريبات. وانتبهوا يا هذه ويا هذه، هسه بالثاني شو مطلع لك؟ نطلع الكوريشن بين هذه انتبه وهذه، انتبه وياي يعني. هاي ويا نفسها اوكي، هذه ويا هذه، وهذه ويا هذه راح البعيد، وهنا نفس الشيء، هذه اللي هي ويا هنا ويا هنا، اذا كلها من الداخل. وانتبه هسه هذا ويا من؟ ويا اليمة اللي هو نفسه هذا، وهذا ويا اليمة، وهكذا. هنا شوية صورة أوضح نطلعها للكل مع وياي هسه. Off diagonal peaks represent correlation، وهذا represent the 1D spectrum، وهذا مع كم possibility، واضح؟ هذا هسه شنو؟ بس نشوف شلون يطلع عنده شنو؟ والكورليشن ماب، هذا الكورليشن ماب. هسه احنا مو اخذنا جي فاليو تذكرون ولا لا؟ ما راح نفهم الجي احنا كله، وهذا له علاقه بالجي. هسه 2D J resolved spectrum، هسه ال X axis إذا directly detected frequency، وال Y axis اللي هو coupling constant. هسه تفصيل أكثر، ال Y axis اللي هي شنية coupling constant، وبعد resolve problem over lab in 1D spectrum 2D shift correlated. شنو أنا ما أعرف spectrum. X and Y are frequency axis اللي هو 1 بروتون وبروتون وبروتون كربون وبروتون نيتروجين وهكذا، واضح؟ هسه define connection between a nuclear spin، احنا مو عندك nuclear spin كل وحده، راح نعطينا define connection اله، راح يسوي define connection اله. هسه ال 3D NMR spectrum راح يسوي لي 2D NMR is good for molecular weight up to 10 الى 12 kd in study of protein، وانت عندك هسه البروتينات وغيرها والزي مال الحيل عالي ممكن تدي ميرها واضح؟ هسه more dimension increase the resolution for studies of larger system. هسه الاكس والواي والزي ار فريكونسي شنو؟ فريكونسي اكسس. The intensity constituted the fourth dimension. fourth dimension هسه for sensitivity reason شرح باو البروتون از يوجوالي ذا ديتكتد فريكونسي الفا والبساي 3، واضحه هاي؟ هسه كونكشن بتوين تو دايمنشن، هسه انت مو عندك هذا، شلون راح يصير كونكشن ويا من؟ اول شيء ثرو بوند كورليشن، خلال العصر نفس العصر اكو كورليشن، انت خالد كربون وانا كربون، وانا شايل هيدروجين وشايل اكو كورليشن بين الهيدروجين مالتي وبين خالد ثرو بوند، واضح؟ ثرو بوند هاي تفصيله حيل تفتهموا لي هذا الكونكشن بتوين تو دايمنشن. عندك ثلاث انواع للكيميكال كونكشن، اول شيء ثرو بوند اللي هسه راح نشوف حتى القياس، اذا شوف كوزي ثرو بوند، اذا شوف نوزي فري سبيس، مرات ما تحتاج نوزي مو رفاهيه تسوي، ما تحتاج بالنسبه كيوسي بالكونفورميشن مارك زين شلون صايره زين. هسه بيست اوف جي كابلينج بتوين نيوكليير دايبولز،
اللي هو شنو ثرو بون gives information on the covalent structure اللي هي تانجن انجل كونسترين. وشنو بعد نعطيك هسه هاي اكزامبل على القياس الكوزي هيتي كور توكسي اتش اس كيو سي. واضح بس كل راح اشوفه هسه اكو اتش اس كيو سي واشوف اتش ام بي سي اتش ام كيو سي بس اكو فرق بين الاس والان وراح اشوف ليش شنو الفرق. هذا يختص بشغله بس يصير كونكشن بس على هذا ذاك لا. واضح هسه ثرو سبيس كورليشن يعني سبيس يعني خلال من الناس هاي سبيس وذاك سبيس ديفرنشن بين هذا وبين ذاك. ليش الاكستراكشر ليش ابغى هذه سوالف الفصل اما النباتات وهاي لازم نسوي 2 دي انا ما فهمت ليش لان حتى شنو الاستراكشر 2 دي انا ما هسه بيزد اون دايبولار انتراكشن اللي هو نوي ونيوكلير اوفر هاوسر والافكت will give information on the geometrical structure power distance constraint. شنو هو geometrical structure عن طريق through space. هذا قريب على اذا واحد قريب على الاخر او الى علاقه وهي العلاقه لحد خمسه اواصر معناه كاستيريو قريب لازم يصير قريب باتجاهها او عكسه اذا ماكو. واضح هسه النوعيه الثالثه اللي هي chemical exchange correlation chemical exchange اللي هي based on dynamic process dynamic عملية gives information on these dynamic process اللي هو هذا ال XCC هذا ما راح نعرفه ما نعرف عنه أي شيء. واضح هسه جينا هسه أنت شلون دا يصير عندك إحنا مو قلنا ناخذ أو ال 2D ناخذ time مختلف time مختلف نفس الران اللي بال 1D بس شنو مرتبط تعال بالبداية خلاص. تبا هو يا general scheme for two dimensional أنا ما أرسل لك 2D experimental باعوا ياك شوف هذا detection هذا T شوف بالكوزي بالنويزي بالتوكسي بال HSQC شوف هذا ال HSQC اللي هو كاربون وهيدروجين بس لاني الفور التوس التوكسي والنويزي والكوزي لاني لا لاني هيدروجين هيدروجين باعوا يا شوف الكوزي سيركت بريبريشن ايفالويشن وميكسينج وديتكشن باعوا الوقت شوف النويزي اولموست شنو يعني بس زاد عندك هنا هاي شنو هاي هاي الزاوية هاي 90 واضح شوف بالنويزي شوف هذا التي بس شوف التي 1 وشوف التي ام هنا الوقت باعوا لا حتى الوقت اللي ياخذ الرن يعني مسوي شويه الكوزي يجوز يصير بساعه انه يصير ساعتين واضح؟ باوعت باو التوكسي باوع التي وهذا التي ام واضح؟ شوف بال اتش اس كيو سي شلون دا يتغير الزاويه والوقت الزاويه والوقت الزاويه والوقت الزاويه والوقت هنا وهذا ديك لا انت بس شوف لي هذا شلون يتغير عندي تايم دوم ابويا مو الوقت ما لي علاقه بالوقت شوف الكوزي كورليشن سبكتروسكوبي هاي تفهمها علاقه كورليشن هذا وهذا النويزي نيوكلير اوفر هيسر افكت سبكتروسكوبي اللي قلنا عليه شنو الجيومتري التوكسي توتال كورليشن كل الكورليشن عندك اي كورليشن موجود والاي سي كيو سي يتير نيوكلير سيجنال كوانتم كورليشن هذا تاعك علاقه بين الكربون والهيدروجين كربون والهيدروجين واضح هسه انتبهوا وياي هذا شوفوا هذا التايم رادي كومبليك صار تقرا نعم اي بالكتاب تقرا حتى تفتهم انت مو طالب دراسات اوليه باو هسه البالس والفيكتور دايجرام هسه انت عندك بالس باو بالس سيكونس اكسبيرمنت سيميلر تو ذا جي موديل هذا شنو هذا الهيتيرو نيوكلير two dimensional J resolver and mass spectroscopy. تم هو يعني experiment similar to the J modulated spin echo pulse sequence. باعوا يعني the fixed delay T is now a variable delay T نص T1 على 2. باعوا هسه هذا وهذا، هذا الهيدروجين وهذا الكربون. وشوف الفيكتور دايجرام وشوف عليه شلون يجي. هذا الفيكتور دايجرام. هسه J coupling
evolves during the first T half. شو راح يصير؟ delay only. وبعد field and homogeneity is refused by the 80 درجة بالواي باس والكيميكال شيفت ايفالويشن ان تي 1 از ريفيوزد باي ذا 180 واي باس. هسه فور سمبلستي اجنور ريلاكسيشن. مو احنا مو يصير عندنا باس ويصير ريلاكس، باس وريلاكس. او شو يقول لك هنا فور سمبلستي اجنور ريلاكسيشن. طيب وياي هسه هذا ضاع وياي هذا الفورير ترانسفير شلون يصير؟ جين وهذا السكند فورير ترانسفير فير. احنا ما خلينا في تي بالانمار وهذا الافتي بالعفو بالعيار هذا الافتي بالانمار. هسه انتبهوا وياي هسه جينا هذه هسه بالعمل شغل العمل هسه اللي هو تايب اوف 2 دي ان ام ار اكسبيرمنت اوتو شنو كوريليتد اللي هو هومو نيوكلير جي ريسورت اللي هو حلي جي واضح. اول شيء هيدروجين هيدروجين كوزي وهيدروجين هيدروجين توكسي وهيدروجين هيدروجين نويزي وهيدروجين هيدروجين رويزي وهيدروجين هيدروجين اللي هو إناديكيويت بعض. هسه الكروز كوريليتد ذاك شنو أوتو كوريليتد الكروز بين هيدروجين وكربون بعض يعني. هذا الهيتيرو نيوكلير جي ريزون ذاك شنو الهومو. هسه أول شيء هيدروجين كربون كوزي اللي هو HMQC هو ما يسموه بعد كوزي بعدين مو بعد هو احنا نقول عليه هيدروجين كربون كوزي بس هو بالحقيقة شنو كوريليشن يعني بس باعوا يعني اللي هو HMQC و HSQC و HMBC باعوا يعني HSQC توكسي. احنا ركز على ذنين ثلاثة بالبداية زين. هسه هذا الجدول راح يعطيك العلاقه بين ذني الهومونيوكلير الكوزي يعطيك كوريليتد سبكتروسكوبي اللي هو الهيدروجين اتوم سيبريتد باي 2 تبعوا يعني سيبريتد باي 2 اور 3 كوفالنت بوند اند مود شنو ميديتد باي جي كابلينج سم تايم اب تو 5 سيفرال فاريانت افاليبل يعني اتوم سيبريت باي 2 اور 3 كوفالنت. انت مو عندك عصره سهميه يعني انا عصره يمي عصرة كربون كربونين ثلاثة وانت أربعة يطلع علاقة بين هيدروجين مالتي وهيدروجين مالتي لحد أبو خمسة. فهمتكم شو هسه هاي النقاط؟ هاي حتى تطلع لك الألامك مالها وين صاير واضح؟ باعوا only pairs of coupled atom compared to toxy crossbeak antiphase التوكسي total correlation اللي هو شو يقول لك؟ Hydrogen atom separate by two or three covalent bond and mediated by J coupling. All hydrogen in a network, so راح يصير of coupled spin will be correlated. كلهم راح يصير correlated. زين. Noisy تبعه وياي. Hydrogen atom up to five in a space mediated by dipolar interaction. علاقة بين الثرو سبيس يعني من ناوي كم مكان يعني بعد الخمسة طلع لك يا همز طلع علاقة يعني مرات تلقى هيدروجين هنا حلقة بنزين بها هيدروجين وبتلقى تعوز بالبارة بما شنو وتلقى هيدروجين مرتبط وياه منه واضح؟ واضح؟ هسه واضح؟ The noi is highly dependent on molecular correlation time. Small molecules have positive noi and large molecules are negative. Larger molecules have faster transfer rates. واضح؟ هسه. Rosy rotating frame over hands, you know, affected spectroscopy. بس انتبهوا وياي انتم. باعوا وياي. Correlated spectroscopy. Cozy. Toxy total. Correlation spectroscopy. واضح؟ اي. Noisy nuclear overhancer effective spectroscopy. واضح؟ واضح؟ روزي نفس الشيء. Rotating. هسه فهمتم تاخذه؟ روزي rotating frame over hazer affected spectroscopy اللي هي الهيدروجين atoms up to 5 in space. Up to 5 in space mediated by double interaction. Unlike noisy, تبه يختلف عن noisy. Noisy is the same sign
regardless of you know of correlation time. حتى تقول لك على ليش سويت رايزين تقدر تشوف والله واضح. هسه هذا أول مثال الكوزي. زين هسه هذا كوزي شنو هذا؟ هيدروجين هيدروجين كوزي كورليشن سبكتروسكوبي. هيدروجين هيدروجين كوزي كورليشن. باعوا يا هاي أول شيء طينا tell you how which proton are coupled to another. شو راح كبر الآخر بعد. Very useful when peaks are overlapping in شنو proton NMR and you are unable to calculate coupling constant. وبعد or when three or when there are a lot of similar coupling constant. عندك هذا coupling وهذا coupling هذا حسيت لزاف هذا. هسه cross peak are coupled to each other. Cross peak are coupled to each other. تم هو وياي على راس السهم. كل سهم له علاقه بايش؟ بالاكسبيرمنت اللي تسويه. بالكوزي هذا راس السهم، راس السهم ابو راسين قوس. بالنويز راح اشوف سهم لا اتجاه واحد نص سهم، يعني مو اتجاهين. يعني مو هذا يعني راح اشوف رايح منا بنص سهم، شلون الفري راديكال. واضح؟ زين بعد هسه one bond hydrogen hydrogen carbon هاي آسرة تبوي هاي آسرة كربون كربون اللي هي آسرة شنو covalent bond بعد هذا correlation بين هذا الهيدروجين وهذا الهيدروجين هذا عندي correlation بين هذا الهيدروجين وهذا الهيدروجين. شو راح أطلع هنا 2D 2D أنت مسوي رن كامل الماء هذا مثلا المركب اللي هو هذا امينو اسيد كربون 1 2 3 4 5. شوف هو ما منطيني كل السبكترم، منطيني جزء من السبكترم اللي هو منين من الاثنين للاربعه، وهنا منطيني من الاثنين للثلاثه. طب هو ياهي شوف بالاربعه سي اتش 2 4 اللي هي ياهي سي اتش 2 رقم 4 اللي هي هاي هو احنا لازم انت شو مسوي انت مشخص يعني تعرف هذا البيك هذا هذا سوي الاعتماد عفوا هو اوريدي بروتون انت مسوي انت مسوي وهذا سي اي سول الثلاثه اللي هي هاي وهاي سي اي سول الاثنين اللي هي هاي. فاذا عندنا اثنين ثلاثه اربعه هاي واحدة اثنين البقيه السي او اتش هاي فوق يعني هاي فوق العشره تقريبا فهو ماخذ الاليفاتيك سيستم خوش انتبهوا يعني. شوف من تكون عندي النقطة مال هذا الأحمر كم نقطة بيها جواها؟ واحدة اثنين ثلاثة. شوف هذا سي اتش 2 هاي سي اتش 2 هاي سي اتش 2 من اجي اخذ نقطة ويا هذه يعني عندها كورليشن ويا يمها اكيد وعندها كورليشن ويا الاثنين عفوا الثلاثة اللي هي هاي فعندها ويا الأربعة ويا من؟ عندها ويا الأربعة ويا الثلاثة يعني عندها كورليشن هذا الهيدروجين ويا هذا ويا هذا يمه واضح؟ اوكي؟ هاي وحده اجي عليها من هنا على الثلاثه انتبه هذا الاثنين مو هياته عنده كورليشن ويا هذا؟ هذا عنده ويا هذا؟ من اجي اعطي هاي الصيغه منه بس هذا هذا معناه كورليشن هذا ويا نفسه بعض ما له علاقه بس ويا من بعد؟ ويا الاثنين هيات مال اثنين هيات هاي اربعه وهاي الاثنين صح لا لا؟ فاخذها من هاي الزاويه واخذها من هاي الزاويه طلع كورليشن مفهوم لو مفهوم لو صار يعني هسه انت بهذا الاتجاه نفس التوجه مو هاي طلع لك النقاط مال ذني جوا كل واحد طلع لك هسه مو ذني انت هاي سي اربعه ومشخصك اياها وبهذا الاتجاه طلع سي ثلاثه هياتها وطلع سي اثنين مو اربع هياته وهاي سي اثنين هسه هنا من اجي اقاطع هاي للسي اثنين خوش وهاي المن للسي اثنين واضح هاي وهاي للسي اثنين اوكي نعم. سي اثنين من اجي منها هيك هاي نفسها مو للسي اثنين نقطة نعم. ويا من متقاطعة ويا الاربعة نعم. اللي هاي اربعة هاي اربعة وهاي اثنين معناه شنو؟ كاب يعني هذا ويا هذا
ما تسوي ويا نفسك تراك على هسه هذا اثنين مو نقطة عليه تمشارك رجع الاثنين هاي المن النقطة اجى طلعها المن للثلاثة هسه مو عنده ويا الثلاثة هسه صح فاذا عنده ويا الاثنين ويا الثلاثة الاثنين ثلاثة ايش قد؟ اصرع اصرتين ولحد خمسة اوكي اربعة اوكي خمسة هسه اقول هذا الهيدروجين مال اثنين عنده كابلنج ويا هذا عنده كابلنج ويا هذا ونفس الحالة ذهني هم عنده كابلنج ويا من اجي هسه على اثنين هنا اجي على اربعة هذا الاربعة هذا هنا عنده نقطة بس انت عنده نقطة هنا هاي النقطة ويا من؟ لا هذا اربعة اربعة بس انزل جوا ويا من؟ ويا الاثنين صحيح؟ هسه هي مال هاي الهذا ومقابل هذا فويل ومنا اقول هاي الهذا مقابل هذا نفس الشيء فعنده ويا هذا ويا هذا مثل جدول الضرب عافية واضح هسه؟ باو هسه هذا هسه انت عندك هاي النقطة مرات انت شلون هسه هاي النقطة عنده كورليشن ويا هذا وهو نفسه عنده هو هذا هي اتهنا نفس هذا بس ما عنده ويا هذا باو ما عنده ويا هذا واضح ما عنده هذا هسه شويه مرات شفت هذا عنده ويا من عنده ما عنده ويا عنده ويا هذا الاربعه بعته ويا it is most typical presentation the diagonal beak of cozy are depressive and the cross beak are shino antiphase بعد The long tail of this abrasive beak scan make it difficult to شنو, resolve cross beak near the diagonal. هسه بعد. Cozy can be performed in magnitude mode such that all of the beaks have the same face. طب وياي هسه. راح عيدكم من جديد. هسه هذا. ثلاثة. ويا من. هسه الثلاثة اجي على الثلاثة نقاط هاي كربون رقم ثلاثة نعم عنده ويا من ويا الثلاثة ويا نفسه ولا عنده هسه من اقاطع هيجي ويا من ثلاثة واربعة وبعد ثلاثة واثنين من اجي على الاربعة عنده ويا نفسه ما له علاقة بي عنده ويا من ويا الثلاثة اللي هي هسه قبل شوية مو ثلاثة ويا اربعة نعم واضح هسه دي كيو باعوا يعني هذا يسمون نيو ميثود دي كيو اف دبل كوانتم فلتر اللي هو دي كيو اف كوزي سيم انفورميشن بس لوك كلينر يعطيك شوي اوضح دبل كوانتم فلتر اولي الاو ذا دبل تبوا وياي اولي الاو ذا دبل كوانتم كوهيرنس كريتد ان كوزي تو بي اوبزرف تبوا وياي هسه انت عندك علاقه هسه وين كربون كربون شوف علاقه باو كربون بواحد علاقه بيناتهم باو واحد اثنين ثلاثه ثلاثه باو هسه علاقه بين هذا واحد اثنين ثلاثه بين هذا الهيدروجين وهذا هذا الهيدروجين وهذا فمن يجي انت هذا الدبليت اوف دبليت وطلعناها تجي اكو سبوت عليها ويا هذا ويا هذا السيجنال وهاي الدبليت اوف دبليت سبوت لها ويا هذا السيجنال بس مجرد جوا هذا موجود واحد منه واحد واضح؟ واضح لو لا؟ باعوا هذا الكوزي هسه شلون؟ بال 3 دي هذا التايم فريكونسي والفريكونسي فريكونسي هذا شلون يصير؟ التي تايم والاف شلون يطلع لك؟ شلون حتى يقيس؟ بال 3 دي واضح؟ هسه انتبه وياي هسه هذا نفس الشيء هسه عندك انت سي واي وبي السي تربليت والاي خلينا نقول سنجليت شارب والبي كوارتيت بين هاي اربعة هسه ابغى على السبكترم هذا هذا وهذا هسه اجي على السي هاي النقطة السي وهاي النقطة السي ما لها علاقة بها بس السي اكو نقطة لها هنا ويا من ويا البي صح ولا لا؟ معناه اكو كوريشن بين السي والبي من اجي على اي الاي ما عندها اي كوريشن ويا احد لا ماكو كربون ابي هاي كربون ماكو كربون ما اعرف شنو هي هاي ما لها علاقه هسه هذه هنا
هاي اي نقطة، هاي اي. شفتوا كوريليشن يا احد؟ هسه اجي على البي، هذا البي عنده كوريليشن ويا من؟ اللي هي نفسها. هذا البي عنده كوريليشن ويا من؟ في كوريليشن وين صاير؟ بس البي والسي. ما عندي كربون، هيدروجين هيدروجين كربون شنو؟ هسه هذا شنو؟ مثل اثل كيتون، يعني هذا مثل ويا هذا الاثل عنده شنو؟ كوريليشن. واضح؟ عنده كوريليشن. زين؟ يعني CH3 CH2 CH2. واضح؟ هسه interpreting هيدروجين هيدروجين كوزي سبيكترم. هسه هذا شلون نسوي دايجرام؟ هسه شوفوا بعض. انا مو مع هاي القاعده اسوي هاي دايجرام، ماكو داعي. هسه انت بس مجرد تربط هذا ويا هذا، تعرف هذا ويا بين، هو كل واحد جواه نقطه ويا نفسه ما لك علاقه به، ويا الاخر وخلص. بعض هسه اقول لك خذ خط اقسمه بالنص نصين زين، وبعدين سوي كونكشن باو هذا السي وهذا البي. واضح؟ وبعدين شنو؟ ايش راح يطلع لك؟ ومن تسوي هم السي والبي هنا هو نفسه. فراح تقول اكو كونكشن بين السي والبي. باو هسه هذا عندك شنو؟ عندك هذا اثيل ميثان ايثان بروبيل بيوتيل، اثيل بروبيل كيتون. هسه عندك هاي بوحدها سي اتش 3 اللي هي. ليش قبل شويه ما طلعت السي اتش 3 هاي؟ هذا مثل بوحده ما عنده كورليشن ويا ذني، يعني بيناتهم كربوني ما صاير في كورليشن، كربوني عازل. وهاي نفس الشيء هسه عندك هاي سي اتش 3 وين تتوقع تطلع؟ يا هاي السي اتش 3 هسه هنا ها سنجلت. احسنت سنجلت. هاي الاي، هاي الاي عندك هاي سي اتش 3 اللي هي شنو؟ تربليت. وعندك هسه هنا ذني ايش قد؟ هكسيت وبنتيت كوارتيت باع وياي هذني 1 2 3 الى ان توصل هذا ايش قد؟ تربليت. هي زين. فهسه انت عرفت ذن الاثنين الرئيسيه، وهذا بقى عندك هذا وهذا حتى تحله. انتبه وياي هسه هذا شوف هاي النقطة مالته وهاي ما عندك كوريليشن ليها. انت تتوقع ذني ما طول وحدة من الاخرى وكفرنت بوينت لازم تتوقع اكو كوريليشن، لازم يصير كوريليشن بيناتهم اللي هو الكوريليشن بين هذا وهذا 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 وهذا. صح ولا لا؟ هسه باعوا وياي اول شيء نو كونكشن بين من؟ بين هذا وهذا. صح ولا لا؟ خلاص هسه انا متاكد اكو كونكشن بين سي اتش 3 وسي اتش 2. سي اتش 3 هاي وين؟ هياتها. والسي اتش 2 مالها هسه راح اشوف يا اخي. باو هسه اكو كونكشن بين هاي السي اتش 3 شوف هاي هاي. صح ولا لا؟ ويا من؟ ويا هذا. اذا هذا فهمت شلون حلينا؟ لا. واكو كونكشن هسه ويا من بعد؟ بين هذا السي هذا. واضح؟ باعوا وياي. وهذا الاي والدي. صح ولا لا؟ احنا نفسه. وهذا الاف مو؟ صح ولا لا؟ فهسه انا كورليشن هذا انت حتى سهل على نفسك بهاي الطريقه تجيب هذا ما تحسبه بيناتهم، تقول كونكشن بين هذا وهذا. واضح؟ البقيه ماكو، ما عندك هسه هذا ما عندك كونكشن يا هذا ويا هذا. ما راح تحل انت حتى سي اس 2 هياها قبل. صح ولا لا؟ يعني انت هسه هاي تحل هاي لو هاي قبل. واضح؟ وترجع تقول هذا عنده كونكشن ويا من؟ ويا سي اتش 3. عنده بعد ويا من؟ ويا هذا. عنده ويا هذا اللي هي هاي وهاي. هاي وهاي. صح ولا لا؟ نعم. ها باوع لي هسه هذا، هذا مثال. هسه هنا هذا كانه عندي اني انتبهوا يا هذا لحد الثمانيه. الثمانية غير عندي المفروض هسه هذا شنو المنطقة؟ اروماتيك سيستم. شوف بهاي الحالة انا شو اطلع عندنا بشغلنا نفس هذا على بالك تبي كان نفس عندي اروماتيك سيستم مجموعة وعندي مجموعة هنا ايثر وعندي البقية بهاي المكان لين الكانات فكأنه مقسوم. زين
يعني انا عندي مجموعه اشكال من الاسئله انا باعوا هاي من يصير عندك بهيش طول انت مطول الوقت معناها وعندك سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش 2 اخذت 3 4 على فصائل بنات حل اكو كل شيء بياتي كلهم من داخل واضح؟ اول شيء اسوي بالجهاز اكسباند اجي اسوي اكسباند للمجموعه من اكبرها يطلع الموضوع غير شكل رحت على كل الاواصر بس طلع غير شكل هيك راح اسويها شلون كانت هي؟ نتيجي ما واضح الحين من اسويها هيك هسه بينت كل السبلتنج بين هسه معناه انا هسه اوتوماتيكيا عندي هذا له علاقه ويا من؟ انتبهوا وياي هذا له علاقه ويا من؟ ويا هذا له علاقه ويا هذا وله علاقه ويا من؟ ويا هذا وهكذا واضح؟ اه هسه هذا وهذا بعد نفسه ويا من؟ ويا هذا اللي هو هنا هيات زين بعد ويا هذا صح ولا لا؟ بعد تشوف شلون؟ ما حد يسوي مربعات هذا يسوي مربعات حتى يسوي تو دايمنشن من هالجهه ومن هالجهه هو تم جهه واحده ترى واضحه اذا سوي من جهه واحده بس على هذا هو دا يقول لك منا ومنا يعني ارجع يقربها هم منا ومنا يعني تقول منا ومنا وهم يقول لك منا ومنا فيكفي لك مربع فهمت ايش مربع يصير؟ هسه هذا واضح؟ هسه طلع لك كل الكورليشن هوس الكورليشن واضح؟ يعني كل بيناتهم كورليشن ما احس بركب شفت شلون طلع لك اياه؟ يعني هذا عباره ذن الهيدروجينات كلهن هاي وهاي وهاي كلهن بين كورليشن شفت كم حلقه بنزين عندنا؟ وشلون طلعت؟ هذا متل روثيوم هذا مو؟ ارقام متالي روثيوم واضح؟ شفت الكوردينيشن مالته؟ هسه هنا مصنف لك يقول لك هذا هيدروجين واحد هذا هيدروجين اثنين بعض واحد اثنين ثلاثه انتبهوا اربعه شوفوا فوق شلون طالع؟ وهذا خمسه وسته شفت؟ شو حتفضل مو؟ نعم نعم ما شوف هسه هسه هذا هذا شنو؟ هذا باعوا له كوزي كورنيش سبكتروسكوبي هو ستوك تو هو اوفرلابينج بروتون باعوا هسه هذا عندك كانه هسه برودكت في شنو؟ هالحلقات الانفاتيه اوفرلاب بروتون عند لوت اوف سيميلر كابلينج كونستانت هسه هناك عندك اوفرلابينج وهو كابلينج كونستانت شنو متشابه انتبه شوف ماخذ لك من 3.5 المن المن الاربعه وواحد يعني ماخذ لك بس هذا الزون شوف يطلع هيجي هذا يقول لكم يطلع هواي بس عليك مجموعة تلكين زين شوف هسه هذا شو يسوي له؟ يسوي له اكسباند او شنو؟ شوف العلاقه هسه هو شنو طلع له؟ طلع له هنا علاقه بين هنا مجموعه هنا وحده اثنين واضح؟ ضع وياي هسه هذا دي كيو اف كوزي دبل كوانتم فلتر كوزي كلين اوت سبكترم شوف هسه هذا هذا شنو هو؟ هذا ها عداي مو نعم شنو الابسيلون ما له علاقه بسم الله هذا داين مع شنطه اللي عليها هسه هذا شوف هسه راح يطلع لي العلاقه ممكن بين هذا وهذا ايش قد بعيد 1 2 3 4 5 6 عرفتي؟ يصير هاي السيجا ويطلع لي علاقه بين هذا وهذا ويطلع علاقه بين هذا الهيدروجين وهذا زين شوف لي هسه هسه هذا الكوزي مالته هاي قلت لكم قبل شوي مسوي هوايه وهوايه مجموعه تلكين تطلع باك نقطه حبر بس هم نقدر نسوي نفس الاكسباند تكبر بس اكسباند اي بس اكسباند يعني تيجي تختار بس هاي المنطقه بالرسم راح تفتح لك اياها هو يفتح واضح؟ افتح يعني كبر واضح؟ اي تكبير اكسباند كبير زين شوف هسه هذا شوف
بس باعوا عليها بس انتبه عليها. هسه هذا الاو اتش وين صار؟ بالخمسه مو؟ احنا مو عندنا هذا الخمسه بهذا. الخمسه ويا من؟ ويا السته. هذه شوف انتبه. هسه هاي الخمسه ويا السته وبعد عندها خمسه ويا من؟ ما عندها خمسه بس ويا السته. بس عندك واحده من السي اتش 2 ويا السي اتش 3. شوف هذا مثال اخر. هذا عادي ما بيعيش. هذا انت عندك كحول عادي. مثال ثاني بروبال بيوتان. بيوتانول راح طلع لك بين ذني كلهم بعض يعني هذا وهذا الاثنين والثلاثه واضح كل السهل يعني هسه انا الثلاثه هياتها وينها الاربعه هاي واضح والاربعه وينها هنا هاي ويا من؟ ويا الثلاثة، هسه الثلاثة بعد ويا من؟ ويا الاثنين، بعد الثلاثة ويا من؟ حتى ويا الواحد هاي الثلاثة. حتى ويا الواحد، بس ما كاتبها بزيادة. يعني الثلاثة عندها ويا الأربعة ويا الاثنين ويا الواحد، ما هي طالعة واحدة اثنين ثلاثة. بس أجي الثلاثة ياتها مو ثلاثة؟ أربعة، ثلاثة اثنين، وبعد ويا الواحد. هاي الثلاثة وياهن كلهم. وهكذا من اجي على اربعه باو اربعه ويا من؟ ويا نفسها ما لها علاقه بها وبس ويا الثلاثه. اذا الاربعه وينها هذه؟ ما لها علاقه بس ويا الثلاثه. واضح؟ وجزء اطول لك بين ما انت الوقت مالها بيطلع لي. ويا الواحد يطلع لي الواحد اطول الوقت يطلع لي. هسه راح ناخذ التوسكي التوسكي. هسه فهمت الكوزي؟ كوزي اللي هي كلها علاقه ويا من؟ علاقه واحد الى واحد باو وياي. اللي هو توتال كولوريشن سبكتروسكوبي توتال كولوريشن سبكتروسكوبي باعوا وياها اول اكسبيرمنتال وير كيميكال شيفت اوف ا جيفن نيوكليوس اي از كورليتد وذ كيميكال شيفت اوف اول نيوكلي اوف ذا سيم كايند باعوا وياها سيم كايند ذات ار وذين ذا تمام سبين سيستم اوف ذا اتوم اي سو فور اكزامبل ان بروتين ان ار اكسبيرمنت الاو تو جيت كورليشن بتوين اول بروتون of amino acid واضح؟ بعض هذا هومو نيوكليير هارتمان ها هارم هذا التوكسي اوف توكسي بعض هاي الفكره فهمناها من البدايه هسه شنو شورت ميكسينج تايم يلد كوزي لايك سبكترا شنو بعد لونج ميكسينج تايم كان اوفر هيد شنو سامبل اند دامج بروب شنو الكترونيك رول اوف ثام هذا كله استرجعوها بالبدايه بالكتاب شوف هسه هذا امينو اسيد شنو؟ ملح ان اتش 3 ان اتش طبعا لا هذا مو امينو اسيد شلون امينو اسيد؟ كربونيك شنو هذه؟ لايسين لايسين امينو اسيد؟ ماشي هذا الامين هذا الحامض بعد هاي الفا بيتا جاما وبعد كم واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة انتبه وياي وشوف شوف الكورليشن شو مطلع لك اياها كلهم الألفا ويا من بس انتبه ألفا بيتا جاما بساي وهذه هذه شنو لا هي ألفا بساي بيتا وهاي دلتا دلتا وجاما ما هو هسه فهمت ستة تصير كورليشن هسه باو الكوزي هم يطلع لك هذا الشيء لسه وقت طويل يعني هم يطلع لك علاقه بين هذا وهذا 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 كله يطلع لك واضح؟ بس هنا مو فقط الكورليشن لازم نعرف التعريف اللي اخذناها من البدايه وليس فقط على الكورليشن بالجدول نعم اللي هو الكوزي اللي هو ثرو بوند بون كفرنت بوند كورليشن التوكسي النويزي ثرو بوند يعني بينك وبين السبيس عفوا هو تفهموني هذا ايش لان هذا الوقت هذا بالكوزي اذا تسويه يطلع لك هذا يطلع لك كورليشن اي بين هذا وهذا وذا يطلع لك كورليشن بين كلهم بس مجرد تسوي الوقت شوي واضح؟ بس هنا شوف شو اعطاني فكره شوف شو اعطاني فكره
هسه انت شوف عندك هذا السايكلون، فهمتوا المركبات اللي نسها برودكت في الامينات؟ هاي جماعة بايكرز يقول لك احنا ما نشوف ناس عضوية ما يفيدنا لها زين ما هذا شوف هسه هذا مو قبل شوية خذناه نفسه؟ شوف بس طلعنا قبل شوية طلعنا بس واحد ويت يكون اذا تسوي يطلع هم ويا الواحد والاثنين هسه بقى شوف طلع لك اياه هسه بس مجرد سوي توتال كورليشن طلع لك الاصفر الاحمر هذا ويا هذا وذاك ويا حتى بالكوزي طلعنا اذا الوقت طويل طلعنا بس افتهموني الجدول الجدول بالبدايه هسه نويزي ميجرد هسه النويزي راح ناخذ نويزي نيوكلير اوفر هايزر افكتيف effects spectroscopy واضح اللي هو noisy measure شنو relative inter شنو inter nuclear distance using cross relaxation حسن الكروس بيك ما لنا علاقة بالحسابات باعوا التايم وتي وان وتي ام باعوا هذا الكروس بيك شلون ده يطلع حسن هذا الباص سيكونسي شلون ده يصير هذا شغل الجهاز حسن انتبه وياي عندك انت تراين واحد اثنين ثلاثة عندك هذا الهيدروجين ويا من وهذا الهيدروجين هذا الهيدروجين وهذا الهيدروجين باوع وياي واحد اثنين ثلاثة اربعة واحد اثنين ثلاثة اربعة باوع وياي الواحد عنده كورليشن ويا من ويا الثلاثة شوف ثروس مو هنا هنا الستيريو اختلف هنا مو نفس الاتجاه حتى تقول ثروبون لا هسه هذا صار سيزو ترانس ثابت الجيومتري مالها ثابت يوزي سيزو ترانس ما فهم السيركوليشن هذا ويا هذا شو يسمي ثرو سبيس واضح؟ باع وياي هسه هذا شوف شوف هنا ايش طلع لي لا هماتين طلع لي شوف جيومتريك مال جزيئة شوف هذه وشوف هذا شوف شلون حلها شوف هذه هسه هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة انتبه علي هنا شوف شوف هسه الثلاثة انتبه وياي ويا من ويا الاثنين مو ثلاثة ويا الاثنين باع وياي وبعد الواحد ويا من واحد ويا من ويا الأربعة عندي هسه بعد ما هو هسه الواحد ويا من؟ ويا الثلاثة وبعد الاثنين بس هم موجود ويا الثلاثة بس تغير بس شوف شوف انت هنا هسه الناس قام يشتغلون استيريو هل عافية هسه احنا هنا نفس الديكات ما تغيرت بس الكورليشن صار بي الكورليشن تغير الكورليشن شنو صار بي تغير شوف هسه هذا الهيدروجين ويا هذا باو طيب دايمشن بعيد باه هسه شوف هذا ويا هذا باقول لك noisy gives sequential assignment of peptide هاي البيبتيدات زين باه وياي هذا sample is codeine that interaction واضح هسه شلون قاعد تنحى باه هذا هذا ثرو سبيس كابلين باو هسه سي اتش شوف هذا ثرو سبيس باع الهيدروجين مال البنزين وباع الهيدروجين مال التمن باع الهيدروجين مال البنزين وهذا الهيدروجين انتبهوا وياي اكو كورليشن بيناتها سميناه ثرو سبيس بعيد هذا ما يعني هذا بجزيء هذا بجزيء صح هذا المتل لازمه صار عندي علاقة بين هذا وبين هذا شوف انتبه وياي إذا غير شكل شوف هذا السبيس وين صار ويا من قبل شوية ويا الهيدروجين مال الحركة هسه ويا الهيدروجين مال من مال المثل طبعا يكون ويا الحركة راح على السبعة وسبعة وشوية أكو كل من يكون المثل راح يصير ويا فيعطيني حتى الاستريو مالته باع وياي هسه هذا الكابل زين باع هسه منه مره ويا من
هذا سي اتش ويا هاي اللي هي هاي، ومرة أخرى ويا من انتبه هذا سي اتش ويا ما هو بالعكس هذا شوف هسه هذا يقول لك توبسبل ايزومر اونلي وان دايستيريو ايزومر ويتش ياهو هسه انت عندك اثنين بسبل ايزومر ممكن هذا ممكن هذا باوع بالنوي راح اطلع هاي كوريشن بين هذا وهذا اذا طالع شوف شوف هذا الهيدروجين وهاي الهيدروجين هذا باوع وياي هسه هذا هو ثرو سبيس هذا كوريشن وهذا كوريشن واضح شوف برع هذا هسه اللي هو قبل شويه ياهو هذا شوف هسه باوع هذا دبت زين شوف الكورليشن هسه هاي الهيدروجين عندها ويا هاي ويا من ويا هذا يعني لو هي بهاي الاتجاه ليس عندها ويا هذا وليس عندها ويا هذا فهم شو طالعين فهمت هسه شوف ذني كورليشن بين هذا الهيدروجين وهذا الهيدروجين والهيدروجين واحد هيدروجين تسعة بس أنا كله لازم شنو عندي يعني أنا ضبط الموتور وأعرف هاي البيك لهذا وهذا البيك لهذا شوف هسه الرويزي اللي هو روتيتينج أوفر هيزا شنو إفكت سبكتروسكوبي باع وياه اللي هو شرح نعرفه كروز ريلاكسيشن أبروبريت فور ميني شنو موليكيولز emulated by locked spins. مش راح يصير useful for determining which signal arise from protons that are close to each other in space even if they are not bonded. هاي متقاربة عنه حتى إذا مو نفس البوند. ترى كل متقارب النويزي بس فضولي تجمل وخلص. واضح؟ ضعوا يعني. Rosy also detected chemical and conformation exchange. شوفوا عسى ارجع لكم على السريع خزنوا بس هذا شويه خزنوا هذا بالنويز باب واضح بس انتبه عليه باب اختلف شويه ما هو احس هذا اكزامبل النويز بيك شو راح يطلع بيك طبعا هاي بالجهاز هاي صوره للجهاز يعني كانه مو ماخذه كل البرنت هذا يطلع هيك حمر وزرق هسه هذا شو راح يعطيك شو اسمه التوم اند دايمن مالته البلس سيكونس وهذا المكسر باع هسه راح يعطيك رويزي نويزي والتوكسي هذا واضح شفت هسه صرت بس مجرد انت حتى الكوز يعطيك اياها كلها اذا شو اسمه؟ بس ما يعطيك ثرو سبيس لا احسن هالمثال بس ما يعطيك ثرو سبيس واضح؟ مع وياي هسه هذا اتش بيست بيبتايد ريزونانس اسايمنت هسه انت عندك بيبتيد شو راح اسوي له اسايمنت؟ باوع هذا كربون هيدروجين باوع شوف هسه هذا راح اسوي له بالكوزي راح اطلع ذني من نويزي نطلع بين ذني وذني ثرو سبيس هذا وهذا هذا وهذا هذا ذاكر فهمت؟ باو هسه اذر تايب اوف كوزي اللي هو كربون هسه هذا تايب اللي هو كربون كله هيدروجين كربون هيدروجين اسهل باو اتش ام بي سي انتبهوا وياي عندك هم يسموه هيدروجين كربون كوزي هذا جنرال كوزي وايك على كل هذه المشينة عندك HMBC و HSQC و HMQC بعوا ال HMBC الكورليتد بين الهيدروجين والكربون بيش several bond correlation several bond correlation ال HSQC هيدروجين كربون 13 اللي هو شنو كربون and proton direct correlation يعني مو اخذنا بكوزي انت كربون يمه
كربون هيدروجين واليمه. هسه كربون مو شايل هيدروجين، الكورليتد بين الهيدروجين والكربون مال هاش نسميه اتش ام كيو سي، ونفسه اتش اس كيو سي. راح بس شوف الفرق شنو بين الفرق بين اتش اس كيو سي و اتش ام كيو سي. باعوا يعني الاتش ام كيو سي اوسع correlation between proton and other nuclei CH3NH. واضح؟ طلع الكاتب زين؟ لا مو اضبط مرات، انت ما تعرف هذا الهيدروجين على كربون ولا على نيتروجين. اللي على كربون ما تسوي، تسوي بس هذا. واضح؟ بس عادة انت راح تسوي هذا، بس حتى تفتهم. واضح؟ واضح؟ باعوا يا هسه ال HMQC fewer pulses، توقف هذا more pulses، more turn to pulseless. هسه هذا بس هو يعني هم allow homonuclear proton coupling in the indirect dimension. هذا no homonuclear proton coupling in the indirect dimension. واضح؟ هسه باعوا وياي ال HMQC. هسه هنا المصدر الغيرت، هنا المصدر الغيرت راح يصير عندي بالواي او بالاكس، بالاكس او بالواي، بالاكس تخلي اما بروتون او كربون، وبالواي شو تخلي؟ اما بروتون او كربون. معناها انت لازم تصور على الماء البروتون وللكربون اثنيناتهم. واضح؟ فهنا عندك هذا انتبهوا وياي. شوف هسه هذا كربون 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 كربون، هذا كربون يقول لك بالقريب ال 125 23 عنده كورليشن ويا هذا الهيدروجين، يعني عنده كورليشن ويا مالته، فراح تعرف هذا الهيدروجين هو مال هذا الكربون. فهمتوا الفكره؟ نعم. هذا الهيدروجين مال هذا الكربون. زين اول محاضره. زين بقى، وهذا الهيدروجين هسه مال هذا الكربون. انتبهوا وياي هسه، انتبهوا وياي هسه. هاي الكربونات هاي الهيدروجين، واضح؟ هاي دايستريتروبيك بروتون. شوف هسه هذا وهذا ذاك، اذا هسه العلاقه بالهيزيرو نيوكلير اللي هي بين الهيدروجين والكربون. هاي كل سهله بس اراد لها شوي اكسبيرمنت، بس تراجعوها كم مره وخلص. واو يا هسه هذا الكربون، شوف هذا الكربون هم مرات يبعد لك يسوي علاقه بين هذا الهيدروجين الزرقيت وهذا الكربون. واضح؟ بعض هذا اتش ام كيو سي. واضح؟ اتش اس كيو سي نفس الشيء. شوف هسه نفس اتش اس كيو سي اتش ام كيو سي. هسه ايش طلع لك؟ هذا بروتون ايش قلت؟ كربون اربعه، بروتون اربعه، رقم اربعه اللي هو هذا. مو وين الكربون مالته؟ هذا ما عنده بعد كورليشن. وهذا الثلاثة اللي هو هذا، وين الكربون مالته؟ هذا ثلاثة. وهذا شنو بعد؟ الواحد، وين الكربون مالته؟ واحد. واحد. وهذا الاثنين وين مالته؟ كل السنة. نعم. هذا وهذا، هذا وهذا، وخلاص كلش كلش ما يحتاج. يعني بس داخل الكربون هذا بيش؟ بال اتش ام كيو وال اتش اس كيو. طلع لك علاقة بالاكسلريشن، بس من اروح اتش ام بي؟ بي سي اللي هو متعدد شلون الكوزي ولا هذا، يعني علاقه بين هذا واليمه 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 لحد اربعه. واضح؟ شوف وياي هذا اتش اس كيو سي توكسي، هو اتش ام بي سي توكسيك تايم اللي هو طلع علاقه بين هذا وهذا. شوف هسه زادت اربعه ويا من؟ ويا الاربعه ويا الثلاثه ويا الاثنين ويا الواحد. بس مجرد واضح؟ نعم. واضح؟ راح يروح السؤال. نفس الحالة البقية. نفس الشيء. هسه الـ HMBC spectrum اللي هو 2D experiment use شنو؟ to correlate شنو؟ or connect proton and carbon peak for atom separated by multiple bond usually اثنين أو ثلاثة. نفس الشيء. شلون أخبر بأنه إذا أكثر من واحد بالتوكسيك؟ هسه بس الـ HMBC أكثر. واضح؟ باعوا وياه. The coordinate of each peak seen in the contour plot are
the proton carbon chemical shift. This is extremely useful for شنو, for making assignment and mapping out covalent structure. هسه بتبعوا على هاي النقاط. هيتيري نيوكلير multiple bond correlation. زين. Carbon 13 proton correlation over several bond, أكثر من bond. وtypically over two or three bond can be seen. Possible because of sensitivity of the powerful magnets. شنو؟ Of NMR. يعني ممكن هسه NMR. يعني عالي الجسم المغناطيسي باور ماتي واضح. كان يو بي كان بي يوز شنو تو استابليش كونكتيفيتي اكور بار سيتش اس اوكسجين اتوم اور كوارتينري كاربون اتوم باو يعني 2 بوند و 3 بوند يعني هاي بوند بين هاي وهاي او ثلاثه هسه مثال نشوف باو يعني هسه هذا المثال شوف البال سيكونس هذا معناه باع وياي حتى باع وياي حتى اذا عندك بالنص ايثر فتشي يعبر لك اياه باع الاكس اوكسجين نيتروجين شوف هسه شوف هيدروجين ويا هذا الكربون عندك كورليشن ويا هذا الكربون ويا هذا الكربون يعني اكثر من واحد كل سهل ترى كل سهل طب شوف هسه هذا عندك هاي سي اتش 3 سي اتش 3 واتش وسي اتش 2 باع وياي الواحد CH3 والاثنين هاي CH3 والثلاثة هاي CH3 لا تشعوفهم والله الخمسة بل الواحد تجي على الواحد عنده علاقة ويا من ويا هاي بس منها تحط مسطرة ويا من ويا هذا وبعد ويا هذا واضح بس مجرد أعطى علاقة بينه وبين أكثر من واحد آخر ضعوا هسه حتى نسوي ستراكشر انا مش هسه ترى بس هو ما يحتاج الموضوع هسه ستراكشر ديترمينيشن بروسيجر اول شيء 1 دي بروتون 1 دي اللي هو البروتون والكربون والديبت والماس والاي ار بيسك كيميكال ستراكشر اور فانكشنال جروب انفورميشن عندك اللي هو شنو بيسك كيميكال ستراكشر اور فانكشنال جروب ديترمينيشن استابليش كربون 13 بروتون كونكشن اللي هو 2 دي صح نعطيك ثرو بوند كابلينج اتش ام كيو سي اتش اس كيو سي كوزي والى اخره صح نعطيك استبلش هذه هاي كلها يوجوال ستارت ويرلس اوف هاي نون جريد 1 دي واضح هاي كلها شو نسميها هاي كلها حتى شو نسوي ستراكشر ديزاين شنو بروسيجر حتى نعرف الستراكشر شلون داير